عزيز وديع الصافي مطرب كبير وفنان كبير، علم من أعلام الفن اللبناني. عندما نتحدث عن أغنية لبنانية لابد أنه نتحدث عن وديع الصافي، لكن منسأل كيف تطورت الأغنية مع الأستاذ وديع الصافي؟ طورت لأنه كان فيها مادي جميل، مادي حقيقي صحيحة، مادي فيها ذهب، يعني فيها معنى طيب. لذلك هلا لما كنت طوري شغله بشعه، ما شو بتطوري فيها، بتبشع الزياده، لكن بتطوري الجميل بيطلع الجميل اجمل. التطور كان بس بالكلمه ولا رافق لا، باللحن، باللحن، بالالحان وبالكلمه طبعا، الكلمه الحلوه بتفوت قلوب الناس وسهله الحفظ. نعم، كنت متمسك بتمحافظ كتير على انه هلا الشعر الكبار، في شعر كبار كتير يجيبوا لي قصايد حتى انا ما افهمها. يعني قلت له طيب حزازيري مثلا، بدنا شيء يفهموه الناس بسرعه، اسرع شيء ممكن، وحتى يفوت للقلب، اللي بتفهمه الدينه والعقل بفوت بالقلب راسا، ولا بضل بعيد الكلمه، بضل بعيد عن الناس. ايه طبعا، فانا طورت بعض شعراء نعم. وصداقتي فيهم وكذا، وهني بيحترموني ويقدروا لي رايي يعني كذا، فتعاوننا والحمد لله على الاشياء وانتجنا التاريخ الفني من شعر ولحن وكلمات واشياء. استاذ وديع، الموسيقى الشرقيه تعاملت معها لكن اتطورت من بدايه اغانيك لليوم، كيف تعاون وتعامل الاستاذ وديع الصافي مع هالموسيقى وبالتالي كيف طورها؟ الموسيقى الشرقيه في ضلوعي، يعني في قلبي. نعم. لأنه انتقلت أنا من الإقليمية إلى العربية عامة، ولحنت أغاني بالفصحى الكلاسيك، لأن الفصحى كل عربي بفهمها، والحمد لله الفكرة نجحت جدا جدا في قلوب العرب، إخواننا العرب، وهذا شيء ربح، بيعود ربحه إلي يعني معنويا. أستاذ وديع، المعروف أنه الأغنية اللبنانية دخلت من خلالك لكل العالم العربي وأيضا لكل العالم فيما بعد، لكن المعروف أنه اللهجة اللبنانية صحيح بتوصل لكل الدول العربية لكن في بعض الأحيان في صعوبات، لكن مع الأستاذ وديع الصافي وصلت هالأغنية باللهجة اللبنانية لكل هالشعوب وفهمتها. كيف أرسى قواعد أو استعمل الأستاذ وديع الصافي أسس لإدخال هاللهجة اللبنانية المحببة إلا كل شعوب العالم العربي؟ في عندي أسلوب الأداء، أسلوب تمثيل الكلمة والقصة، القصة بتساعد على الناس يفهموها أسرع من غيرها، يعني تابلو، قصة، فيلم، رواية في الأغنية، مثل الله يرضى عليك يا ابني، مثل لوين يا مروان عمهلك، كله كلام هي لبناني وعامي، فوت على قلوب العرب لانه فيها قصه، والقصه بتسهل للمغني او الملحن او الشاعر والكلمه بتسهل انه يفهموه الناس، فلما بيفهموه خلص ما عادش في حزازير يعني. ايه كان عامي او فصيح. واذا طلبنا منك ولو مقطع من الله يرضى عليك يا ابني، فينا نسمع مقطع صغير من هالغنيه؟ الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، خد ليلى بنت ضيع عطلة ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني، يا ابني خود ليلى بنت ضيع عطلة، بنت عيلة مثل عيلتنا، ابن خود ليلى بنت ضيع عطلة، بنت عيلة مثل عيلتنا يا حبيبي، بتعيش يا ابني مثل عيشتنا، اسمع مني ولا تجاوبني، الله يرضى عليك يا ابني. عند ما بنقعد مع الاستاذ الكبير وديع الصافي لابد انه نتذكر المهرجانات الغنائيه والمسرح الغنائي اللي اسس العمود الفني، نتذكر هالايام كلها لنمر عليها
ولو مرور موجز مع وديع الصافي وذكرى هالمهرجانات وهالمسرح الغنائي اللي أسس عمود الفن بلبنان. أسس الأوبرا، الأوبرا الغنائي، نعم، مش عمود الفن. لا، أنا كنت وديع الصافي قبل ما أعمل أوبريت في بعلبك وفي غرب بعلبك والأنوار، يعني كنت يعني أنا ناجح وديع الصافي كنت. نعم. إنما أخذوني للاستعانة زيادة في الخير خيرون، وأنا ما كانش عندي مانع في الخير خيرون، شايف ليه؟ مظبوط. وأنا ما كان عندي مانع إني اتفق أنا وإخواننا الأساتذة الرحابني اللي نحن وياهم طلعنا سوا وتعبنا سوا وجاهدنا سوا جهاد عظيم، هني عملوا هذه الفكرة والفكرة كانت ناجحة 100%، لا يعطيه العافية، وأنا تعاونت معهم على أتم العمل النضج الناضج. إذا وديع، إذا بدنا نقارن ما بين المسرح الغنائي اللي كنا نشوفه ونسمعه أيام زمان والمسرح الغنائي الموجود اليوم، شو فينا نقول؟ هلأ المسرح الغنائي اليوم طبعا هيدي تكرار للأعمال العظيمة اللي كانت قبل الحرب، وشيء يذكروا الناس انه بعد في فن، بعد في يعني ريحة فن وريحة عطاء وكذا. العطاء لا ينضب، والفنانين الكبار اللي بيلحنوا واللي بيعملوا سيناريات، وحتى يعني الأخ منصور الله يعطيه العافية هلأ وحده عم يشتغل الله يعني من سيناريو ومن الحان وكذا الله يعطيه العافية، يعني كمان عمل بيثبت وجوده وغيره كتير. وهالمسرح التمثيلي، المسارح التمثيلية كمان هن عم بيعملوا حالهم بحالهم، يعني اللبناني عبقري وطموح وذكي معروف عنه يعني، لكن مش بالمستوى طبعا اللي قبل الحرب، باعتبار انه كان الامن والامان هو زينة البلدان مثل ما بيقولوا، الامن والامان، والحمد لله هلا نحن بامان، عمل بيرجع الشيء شوي شوي ان شاء الله، وبغزاره بغزاره بترجع للارض. هلا الميزانيه بدها ميزانيه من الدوله لبعلبك طبعا او لمهرجانات كبيره، تجمع الفنانين الكبار، تجمعهم كلهم فرد قطار وفرد بطاقه وتعمل منهم عالميا ننتشر عالميا. لكن انا ماني مستعد من جيبتي اعمل هالعمل، ولا غيري مستعد، حرام. اذا بدنا نسال استاذ الكبير وديع الصافي عن الاغنيه اللبنانيه اليوم وين صارت، شو بيقول؟ لابد من مراحل فيها فتور او فيها بتنزل قيمتها، يعني لانه الاجترار ما بحبه، ضدي عن الاجترار، يعني بصير يجتروا من الموضوع هو ذاته، الشعراء بيعملوه بيرجعوا اللحن بياخذوا من بعضهم بيعملوه بلحن، لا الاجترار مش حلو. توقيت عندي لغتي سياسه التوقيت مثل اللحن ومثل الاداء ومثل الصوت الجميل، عندي انا التوقيت قد ثلاثه مقابل الثلاث اشياء اللي انت يعني مقابل الكلمه واللحن الجيد والكلمه الجيده والصوت والاداء الجيد، مقابل التوقيت، توقيت الاغنيه وموضوعها، هذا اللي بينجح زياده، هذا سر ليل كثير اللي بيعرفوه. لكن في قسم كبير استاذ وديع من المطربين، اذا فينا نقول مطربين لان هي اللغه المستعمله اليوم على الساحه العربيه او على الساحه اللبنانيه بالتحديد، او اذا فينا نقول العديد من المغنين بيقولوا الجمهور هيك بده، الجمهور بيزقف وبيعمل مجال، بيفتح مجال اللي عم يأدي بيغني او لا، لكن مش على طول، بعدين الشعب اللي بيطيلعوا بيرجع بينزلوا. غدار الشعب، يعني مش لازم يأمن له الواحد، لازم يكون معه دائما نضيف على مدى. هون الثقافة الموسيقية والثقافة الفنية، هل هي موجودة على الساحة الفنية؟ وخاصة بالوقت الحالي. معلش معلش، في شوية دخلاء هلا بهالمدة هذه، لكن احنا مع الأصيلين عم نتعاون إن شاء الله، وعملنا هلا نقابة الفنانين المحترفين بتساعد على ضبط هذه الأشياء والخروج عن المألوف، يعني الشيء اللي بيسيء للحضارة وبيسيء للغناء وللكلمة. يقولون والقول صحيح وأكيد أستاذ وديع أنك مدرسي بالفن، لكن يا ترى هالمدرسة من خلال عطاءاتها للجمهور، هل عم بتحضر أو عم بتساعد أو عم بتقدم مساعدة لمطربين جدد من خلال هالمدرسة؟ نحن يعني عملنا اللي عملناه، وطبعا المرئي والمسموع وسائل الإعلام هل عم يسمعوا أصحاب نعم. الأصوات من غير جميلتي ما يجي لعندي ويعذبوني وياخذوا معاد وكذا،
بقى هن عم يحفظوا اغانيه، وكل انسان عقد صوته اذا صوته كبير ومهم بيغني لوديع الصافي، لانه انا صوتي كبير الحمد انت لله. كبير تسلمي، الله اكبر. لذلك بيختار الواحد تفصيلته على قده يعني. فهلا ما شاء الله صار مجموعه كبيره بالبلاد العربيه بيغنوا لوديع الصافي وبينجحوا، لانه بيتطلب اللي بده يغني لوديع الصافي بيكون صوته كبير معبر قادر يعني. فهلا انا ما عنديش اعصاب اقعد اعلم واعطيهم اشياء جديده او بلا تكلفهم كثير ولحنهم خصوصي، لا بياخذوا هيك ببلاش احسن هيك، انا برتاح وهم بيرتاحوا. فمهم انه استمراريتي بطريقتهم هالشباب الجديد اللي عم يغنوا لي. بدنا نحكي عن ظاهره المطربين الكتار، ما بعرف اذا بخطئ عندما بقول كلمه مطربين، لكن هذه التسميه موجوده على على الساحه اللبنانيه. لك حق انه تعدد هل اللي عم بيغنوا مغنين اذا فينا نقول، انه شو ظاهرتهم شو سببهم؟ جورج رداء الاستاذ الاديب المفكر الساخر الشاعر الكبير صديقنا حاكي بحديث اذاعي حديث انه فلان جارتنا خلفت، بروح جورج رداء بهلا بقول له مبروك المطرب الجديد، يعني مع كل العالم صارت مطربين. كلمه مطرب لا تعطى الا للي بيطرب، نعم، اللي بيغني موال في شرط، والموال كل يوم بغني شكل نفس الكلمات، كل ليله بغني شكل، نعم، بيخترع، يكون هذا مطرب. والمطرب اللي بيقدم وبكون بحس من قلبه، مش انه مكنه بابا 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 بغني هيك، لانه الذي يخرج من القلب يدخل الى القلوب. هيدي مصلحتنا ما بتقبل زغل ولا كذب، مهنتنا نحن صادقه 100%. الانسان اللي بيحس الناس بتحس معه، واللي ما بيحس الناس ما بتحس معه، لانه الناس اللي بيطلعوا بوقتها بيرجعوا بينزلوا هن زيته. بياخذوا طارهم منه. فكلمة مطرب أول شيء ببلش يتعلم الغناء، الواحد يتعلم على القاعدة، مش إنه يكون بمطرح ينقلوه هيك وترين هي القضية. المطرح مو المطرب، مش إنه نحن منا جيش ولا عسكر حتى نترتب، بدها شغلة خاصة روحانية، يا إنه صوته منيح وبيطرب بحس، أو إنه صوته مش منيح وما بحس خلصت. فبتبتدئ مغني، يبتدي واحد يغني، كمان بعد كمان مغني، ثلاث درجات في مغني، من بعد ثلاث درجات بصير مطرب، بصير يحس، بلش يحس الزلمي بالكلمة اللي عم بيقولها، صفي يبلش مطرب. والمطرب ثلاث درجات، يعني مطرب 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 بصير مطرب، بعدين تصير مطرب كبير على الشعب وعلى الناس وعلى التعب اللي بيكون. يعني كلمة مطرب بده يصير كمان، بصير بعدين موسيقار، بصير استاذ كبير، بصير يكون ملحن، بصير يلحن اغاني وبصير كذا، مطرب وملحن هيك. درجات درجات، مش فرد مرة مطرب واحد بيقول به 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 بعمل مطرب أو فنان أو فنانة، مش معقول هذا. كمان كتروها كتير وشي مزعج، وضللوا الناس، بعض الناس ضللوها. طبعا في ناس تتقال ما بتضللوا ويعرفوا الحقيقة، لكن هيك خسارة خسارة حقيقة خسارة، هالطيش هذا خسارة.